تظاهر العشرات من التدريسين في محافظة كركوك احتجاجا على سيطرة شخصية معروفة وعائلة بعينها على مفاصل المديرية العامة للتربية في المحافظة. المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى تربية المحافظة طالبوا الحكومة والجهات ذات العلاقة بالتدخل للقضاء على الفساد المستشري في المديرية، فضلا عن تثبيتهم على الملاك الدائم. فاحنا هسه محاضرين صار لنا 6 سنوات بالمجان، لا تثبيت، لا اجور، لا حتى على الاقل اللي يحاولون عقود. يعني 6 سنوات بدون اي اجر. بالعكس احنا نصرف وهاي وقاعد نتعب بدون حتى كلمه شكر ما نلقاها من المديريه، وبالتالي انه باليوم بداوا يغيرون مدير الملاك وغيره على مود الوزير يعين جماعته اللي هو رايدهم وفق مقاسات هو حاطها بباله. فهذا الوضع ما يصير. كافي، يعني هو بحقبته كل شيء ما صار. يعني احنا قعدنا، انا اول على محل معلم المسائي قاعد صار 10 سنوات بسبب هذاك الوزير، واليوم هو نفسه يجي يكرر نفس الاخطاء ويغير بالملاك تربيه على موت الشيء اللي هو بباله، يريد عين جماعته ويظلم مركز كركوك. يعني مركز كركوك ما بي بعد اي درجات وظيفيه، هذا تحصيل حاصل ضمن سعي